ووصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده، واللي هتكون استشاره طبيه تغير سلوكنا، تغير عاداتنا، هيلثي لايف ستايل، وتحويل العادات الغذائيه الغلط لعادات تانية صح. عادات بنهدمها، عادات تانية بنبنيها ونقويها. سمع استاذه هند كلام كبير جدا لما بنسمعه، بس بنحس ان الموضوع معقد، كله تحت عنوان بسيط جدا اسمه قاطع الابيض، وهي مبادره صحيه بتروج ليها ضيفتنا اللي منورانا خبيره التغذيه الدكتوره نهال حافظ. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ منورين. منورك. بصي بقى، علشان انا يعني انا مش دايت بيرسون، يعني انا بحب الاكل قوي على يدي. النهارده اول يوم دايت، بس بالمناسبه عايزين نوثق الحدث ده، انا النهارده اول يوم دايت، ربنا يثبتني. قولي لنا ايه امنع الابيض او اقطع الابيض، المبادره دي عباره عن ايه؟ تمام. المبادرة بتاع قاطع الأبيض ده، هو ده مش احنا عاملينها جديدة، هو مش دايت مثلا معين، مش ورقة معينة، مش رجيم معين، هو مش دايت لفترة مؤقتة، هو ان احنا نمنع أي حاجة لونها أبيض. يعني زمان كنا بنقول على السكر والملح السموم البيضة، دلوقتي كمان انضم ليهم الدقيق الأبيض، ان احنا نمنع أي حاجة فيها ملح، فيها سكر، فيها دقيق أبيض، فيها نشويات. ان احنا مش هديكي ورقة دايت وأقول لك امشي مثلا الصبح كلي بيضة مسلوقة والظهر كلي كذا والعشاء كلي كذا، لا، هو ان احنا نمنع نغير عاداتنا الغلط لعادات صحيه. مش هنتخنق يعني، مش هتتخنق. ونفس الوقت ان انا لازم كتير جدا من الناس بتيجي تقول لك ايه، انا نزلت 10 كيلو، نزلت 15 كيلو، نزلت 20 كيلو، وبعد فتره تلاقيها رجعت تاني في الوزن، انها رجعت لحياتها الطبيعيه. احنا بقى فكرتنا، احنا مش فكره دايت مؤقت، احنا فكرتنا ازاي نغير العادات الغذائيه الغلط لعادات غذائيه صح، ان احنا اصلا نغير عاداتنا، وده يبقى اسلوب حياتنا اللي هي الاسلوب الحياه الصحي، الهيلث لايف ستايل. ما يبقاش انا مثلا عامله دايت الفتره دي فخسيت، جيت بعد شهرين لقيت نفسي تخنت تاني، حصل لي فجعه بعد الدايت. هي ده اللي بيحصل عموما لكل الناس، وحتى انا يعني كل واحد فينا بيجي له فتره معينه بتلاقيه زهقان، تعبان، مخنوق، مسافره سفريه، غصب عنك بتحبي بقى الاكل اللي مثلا مع اصحابك، معزومه في حته، مش هتقدري تقولي انا همنع الاكل، بس ممكن في حاجات نقطعها زي الملح والسكر والدقيق الابيض والنشويات، ان احنا نعيش حياه صحيه، ان احنا عشان صحتنا وعشان مناعتنا وعشان نكون حياتنا مستقره ما فيهاش اب داون كتير، ان احنا نعيش على الاقل نهتم بصحتنا. بالظبط. طب ليه قلتي نقاطع الابيض؟ يعني ليه ما قلتيش الدهون؟ يعني الدهون دي سبب المصايب والامراض والسمنه وكل شيء يعني. بصي، هو الدهون والله مظلومه معانا، احنا زمان من 40 50 سنه كان يعني اجدادنا كانوا بيستخدموا السمنه البلدي والزبده، ما كانوش كان عندنا سمنه بس مش بالاعداد دي، بس كان عندهم قلب وضغط ويعني امراض، بس دلوقتي الاعداد زي ده موجوده عندنا برضه. موجوده اكتر بكتير. لو احنا عملنا اصلا، عملوا ابحاث في انجلترا وعملوا بيبر كتير جدا على الموضوع ده، ان يعني بقى لنا 20 سنه او 30 سنه الموضوع في تزايد مستمر. ده ليه؟ ده لان احنا منعنا السمنه البلدي والزبده، وبدانا نستخدم بقى الزيوت النباتيه المهدرجه، وبدانا بقى ندخل السكر. يعني احنا منعنا الدهون بس دخلنا حاجات ابشع منها بكتير، اللي هي الزيوت النباتيه، اللي هي السكر، بقى كل اكلنا في زيت نباتي. دلوقتي تقول لك لا ما تحطليش سمنه، ما تحطليش زبده، اللي هي السمنه البلدي، مش قصدي اللي هي السمنه البلدي البلدي، مش حتى السمنه دلوقتي بنستخدمها نباتيه. فاي حاجه نباتيه بتبقى معظمهم بيبقى حاجات مهدرجه، حاجات فيها دهون مشبعه، حاجات اصلا اضرارها اكتر بكتير من فوائدها. مش فكره ان هي بتتخن، هي بتاثر كمان على الصحه. السكر بقى داخل في كل اكلنا، فبقى الموضوع بالنسبه لنا بقى زي السمنه بقت بوابه الامراض كتير جدا. بقينا نسمع كتير جدا، حتى الاطفال بقى في سمنه اطفال بنسبه عاليه جدا. فاحنا عملنا قاطع الابيض لان الحاجات اللي هي السموم البيضه او اي حاجه بيضه مخاطرها اكتر بكتير من الدهون اللي هي الصحيه. انا بتكلم عن الزبده او السمنه البلدي اللي هي حاجات صحيه او دهون صحيه، مش بتكأوب بكميات معينه. مش عشان انا قلت مثلا ايه السمنه نستخدم البلدي السمنة تمام، فلاقي برطمان السمنه طلع، عايزه اروح اعمل حاجه معينه بالسمنه. يعني احنا مثلا ساعات بنقول كله محشي، فنلاقي المحشي حله المحشي طلعت، لا انا قصدي كميات معينه. اي حاجه على فكره حتى لو صحيه، لو استخدمناها بكميات كبيره جدا هتقلب لحاجه غير صحيه. عارفه بتقولي عليه ده دكتور زي الشوفان مثلا، يعني انا كنت بفتكر ان الشوفان ده من الحاجات الصحيه جدا، وكنت الصبح كده ممكن اخد بورشن كبيره كده واكل. اكتشفت ان الشوفان ده كميه كبيره بيتخن. ده حقيقي. المكسرات هو الحاجات برضو ده حقيقي. هو الحاجات دي مفيده بس مش بكميه كبيره. احنا مشكلتنا في الكميات، يعني احنا في مشكلتين. النوعيات الاكل رقم واحد، لو تغلبنا عليها بندخل في مشكله الكميات. ان انا مثلا عشان قلت لك السلطه
مفيدة جدا، فلاقي مثلا أنجر سلطة طول النهار عمال على بطال باكل منه، فده غلط. هو برضو تاخدي منه كميات معينة.